برشلونة قد يبدو مشابها للبس هذا القميص قياسا بوضعية الخفافيش التي التزمت الظلام كنتائجها الأخيرة. بدأت تحركات برشلونة مبكرا كعادتها، فثلاثي الأمسان بدأ بجر رسائله من وسط الميدان، وكل مدافع يحتار في أي عنوان ستسلكه الكرة. بعد مرور 7 دقائق أوسط الأحرف سواريز يوقع أول هدف. توالت الدقائق إلى أن وصلت إلى 12 منها. سواريز يعلن أن حرفه هو الأكثر استعمالا في البداية بثنائيته. اتجهت الكتابة بعدها إلى حرف آخر، نيمار يمرر، سواريز يموه، وميسي لا يخطئ المرمى في وضعيات مماثلة. ثلاثية قبل انقضاء نصف الساعة بدقيقة، ميسي أراد أو أريد له أن يسجل الثاني اقتداء بسواريز الذي مرر له كرة، لكن ليونيل حجبت العارضة عنه الهدف الثاني. بعدها ميسي يتحصل على ركلة جزاء ويتسبب في طرد مصطفي، لكن نيمار لم يكمل أضلاع الأمسان تسجيلا. القائم كان بالمرصاد. تشيريشيف أقصي الريال بسببه، وقميص فالنسيا منحه مشاركة جديدة، نال التصفيق من جماهير البارسا وكأنه لاعب في فريقهم. تلك معادلات الفرح المقصود بين أي غريمين في الكرة. مسار الشوط الثاني كان نسخة طبق الأصل للأول، ميسي يسجل ثاني أهدافه كسواريز ورابع أهداف برشلونة في الدقيقة 59. ميسي المتسبب في كل هفوة والمتصيد لكل خطأ، بصم على الهاتريك وعلى خماسية فريقه في الدقيقة 74. في غياب فالنسيا حضرت المنافسة بين ميسي وسواريز الذي لحق بميسي في تسجيل الأهداف في المباراة موقعا الهاتريك في الدقيقة 83. بعدها تجاوز سواريز ميسي بهدف موقعا السوبر هاتريك والسابعة لبرشلونة قبل دقيقتين من النهاية، نتيجة استيقظت معها الخفافيش مبكرا من حلم الوصول إلى النهائي حتى قبل مباراة العودة.